طبيعة الحال هاد الزيارة كذلك كذلك تكون مناسبة. اشتغلوا على البرامج اللي تشتغل عليها الوزارة، كيفاش الطفولة ولكن تمكين النساء والفتيات. وحنا كما غنشوفوا من بعد الزيارة في إطار الجلسة الأولى كذلك غنطلعوكم على المشاريع والبرامج اللي كتشتغلوا عليها في المجال، وإذا كانت كذلك هناك إمكانية ديال مثلا بحال سيقولنا مع الاتفاقية والانفتاح على برامج وعلى مشاريع أخرى إن شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا. دونك نديرو لكم الزيارة هنا. هاد الورشة ديال التطبيق كيتعلموا فيها الطبخ الجلدي والأردني، وكذلك كيديروا فيها الدبلوم ديالهم وكيديروا لي كومبيتونس ديالهم. هادو هما الحاجات اللي كنتكلموا عليهم في المشاريع. دونك اليوم راهم ما بقيناش في وقت الكوفيد وهذا، عندنا 60 مرة في هاد الورشة. كل ورشة الأمهات ديالهم يعني كيكونوا وحدهم هنا معنيين عليهم. وهذه الفكرة جات من لاسوسياسيون دونك الحمد لله نجحنا فيها. الوليدات كلهم مسجلين في ماسار، كذلك حنا لاسيغونس ديالنا يعني كنشتغلوا بطريقة ديال المهاجرين تنشتغلوا على المساعدة الاجتماعية في الهوبيتال ديال لونتخيل ناسيونال، وتنديروا لهم الاستقبال الاستعجالي والمصاحبة الاجتماعية والتطبيب. وعندنا الحمد لله هنا هاد المستفيدات كياخذوا الدبلوم من بعد عامين. فاش كيقربوا ياخذوا الدبلوم كنديروا لهم تكوين على انشاء مقاوله انشاء تعاونيه، باش من بعد كنبقاو متبعينهم حتى كيوقفوا على رجلاتهم. بالنسبه للدبلوم، دبلوم الجامعي؟ لا، دبلوم اونتريد ناسيونال. اونتريد ناسيونال داكور. كاين شراكه مع لو بي تي تي؟ لا، عندنا البنات كيديروا التدرج المهني. عندنا مركز ديالنا داخل السجون. الوزيره السابقه باسمه جات عندي السجن ديال
النساء حيث احنا مركز مهم جدا. ولكن تبارك الله باش تيجيو لهنا راه تيتلو كاريم. غادي نعطيك واحد النموذج دابا يعجبك بزاف، لان هنا كاين ناس من احياء جد هشه وعلمناهم الموسيقى ودارت اول فرقه نحاسيه، والبنات ديال الفرقه اللي تبعنا لهم الدراسه ديالهم كلهم في الجامعه واللي انقطعوا الدراسه حتى هما دوزنا من باكور والان راهم في الجامعه وتشوفوا معي احنا عندنا الخدمات النهارية، يعني الهم ديالنا هو ان المرأة تجي وتكون مرتاحة وانها تكون انها تاخذ ان ديبلوم وتكون هي مرتاحة بحال هذا المركز هو دابا. هذا هو اللي درناه، لان المكتب المسير كلهم متطوعات كلهم نساء وتبارك الله كلهم في المستوى، وسيرتو ان المكتب المهني تطلب واحد المستوى دراسي. حنا ما يمكنناش سيده ما قريتش تديروا لها محاربه الاميه وهي تشتغل، ما يمكنناش نضيعوا لها وقتها حيت ما عندهاش كاتريام اني او ما عندهاش هذا. بالعكس حنا حتى الشهاده الابتدائيه تقبلوهم، حتى اللي ما قريتش تقبلوهم وتقرروهم لا في محاربه الاميه ولا في التقرير. هذا هو سميتو هذا التكوين المهني. بغينا نديروا معاه واحد الشراكه في المركز اللي عندنا داخل السجن، لان تما الاغلبيه الفتيات فهم قارين ان شاء الله. هادو التعاونيات اللي خداو الدبلومات ديالهم وداروا التعاونيات، الان حنا كنحضروهم كيفاش يستغلوا التعاونيات ديالهم وتنعلموهم حتى التجميع اللي غيخصهم، لا من الناحيه الاداريه ولا الماليه ولا حتى المعامله، وكيفاش يمكن لهم يجيبوا لي كليون. هذا ان طرافاي كنديرو كاين المشاريع هذيك مع الديس. دعمهم من الصناعه التقليديه والدعم السيد الوالي الله يجازيه بخير، لان السيد الوالي فاش دار المشروع الملكي للي دولا انا كنت في اجتماع معاه وطحت عليه ان الله يجازيه بخير، قلت له ان الناس ديال الاحياء جات في المستقبل فعلا أغلبية ديال الخريجة ديال الناس كتدوز ديك العامين وهي منسجمة، وذلك تنظم أكثرهم حتى الوصل الإذاعي ديالهم كله كلنا عندنا وصل الإذاعي. تسويق المنتجات كيفاش كيتم؟ حنا معاهم شراكه مع الصناعه التقليديه وشراكه مع معارض ديال مراكش التقنيه مع قبل الكونفينمون، نزيد في التعاونيه ديالنا ساكتين المشروع ديال شنو شراو لكم؟ الماكينه الكبيره 15 مليون شراو هي التسويق الالكتروني للمنتوجات عن طريق البلاتفورم الالكترونيك
دي سيت الكترونيك دي سيت ويب دي بورتايل يعني هذا ممكن يدير كذلك يكون مشروع تشتغلوا عليه ربما على الوزاره في اطار هذا المشروع ولا في مشروع اخر في المستقبل ان شاء الله. السوق الاستثمار من قبل الكونفيرمون كان ذاك المعارف الحكوميه والجهويه والوطنيه احنا كنا في الكونفيرمون واللي مهم جدا هو ان لا شومبر دي ميتي ديالهم مع الجهه ديالهم مولنا ان شاء الله دابا هادشي راه حابس على الكونفيرمون ولكن من بعد واحد التعاونيه دو سافوار في باستيا كاين واحد الكوبيراتيف كتصوب لو سافون بالاعشاب وديك الشيء طوعوا دوك لي فام غيجيو يجلسوا عندنا هنايا امور غنعطيوهم لي فام ديالنا غيكونوا هما هما اللي غادي يمولوا التعاونيه بداك لو ماتيريال اللي غيشريوه هما. هذا هذه كانت خطوه جد مهمه درناها وصلنا عند بروتوكول ابوا سمعت بيا حنايا و توقف دابا على حساب معروفة في المغرب كامل وتبارك الله اللي عندي مهم انهم قلت لهم انا الفرقة والقراية وتبعتهم تبارك الله لبنى في الجامعة مريم خدت الباك هذا العام كلهم تبارك الله بدون استثناء خونا جوج بنيتها في هذا العام يدوزوا ان شاء الله بالتوفيق هادو هما الفرقة كاين مشاركات معاهم على صعيد المغرب وعندهم علاقات طيبه مع السفاره ديال الكويت وكانوا غيمشيو للفرص في هذه الاتفاقيه اللي كنا ساينينها واللي ان شاء الله غادي تكون اليوم. المعهد الموسيقي عندكم شي مشاركه؟ عندنا المعهد الموسيقي هما قلبوا علينا لان احنا فاش كوناهم وديك الشيء شافوا البنات عجبوهم دابا راه جاو عندنا وقالوا لنا بان غيعطيوهم بطاقه الفنان وانهم دابا راه خداوهم في المركز ديال المبادره الوطنيه راهم كيهبطوا لعاب قادوس غير الكونفينمون اللي حبستو ياك انا تكون كدير هانيت؟ لا هي هانيت كيجي هي شريف فين؟ في الاول مشرف اللي تفقنا معاه في اطار المبادره وتخلص اللي كونهم ولكن دابا تبارك الله عندنا بنت ليلى عندنا السي محمد هما تيكونوا حيت دابا اون في ديزيكيب وحده اخرى.
شكرا. ومعنا حتى رئيس الجمعيه ديال الفنانين تفاز حتى هو سيدون فيهم الحمد لله تبارك الله عليكم ان بروغري دو جو ان جو قسما بالله برافو برافو ميريتي دي زابلوديسمون. شكرا لكم.